نعم رجعنا من جديد ومكملين معاكم لفقرة الرياضة. بنوجه لك تحية هلا صباحية لكل الأشخاص اللي موجودين معنا بالجاليري. الفاصل كتير حلو يا هلا، فركزنا فيه كتير. صحيح، شكرا لك. رح ننتقل لفقرة الرياضة ومعنا الكابتن طارق سويدان لنعرف أكثر، فارس سويدان عفوا، نعرف أكثر عن الانحرافات القومية، ورح نتحدث عن نوع معين من هذه الانحرافات اليوم. بنصبح عليك. صباح الخير، إن شاء الله تكون بخير وعافية. طبعا اليوم موضوعك كتير كتير كثير مهم وبيأثر في كل مراحل حياتنا. احنا بنعرف انه الانحرافات في لها ثلاث درجات، اذا بس تذكر لنا اياها حتى الناس تعرفها، وبعدها بنركز على اللي انت حابب تركز عليه كبدايه. تمام. اول شيء صباح الخير، معكم كوتش شارتي سويدان ومعي كوتش حمزه الساحوري. راح نحكي اليوم عن الانحرافات القوميه. طبعا الانحرافات القوميه في ثلاث انحرافات، في كيفوسز وفي لوردوسز وفي سكاليوسز. احنا اليوم حنختص بالكيفوسز، حنحكي تمارين لها وحنحكي ايش الاسباب وكيف نحل هاي المشكله. صح. نعم. تمام. فضل. اول شيء شو هو الكيفوسز؟ الكيفوسز عباره عن سقوط الكتفين لقدام اللي هو سببه انحناء بالعمود الفقري. هيكون هون سقوط الكتفين لقدام بسبب انحناء العمود الفقري. شو سبب هاي المشكله؟ اغلبها بتكون العادات خاطئه. مثلا وقوف خاطئ، الكتف بوقع لقدام. هون نحاول لا نخلي دائما صدرنا مرفوع، كتفنا لورا، وممكن كمان من الجلوس لفترات طويلة مثل الأعمال المكتبية، بنضل من 8 ل 9 ساعات قاعدين بدون أي حركة، فلا لازم كل ساعة نذكر حالنا نعمل أي تمرين، خلي صدرنا مرفوع. طبعا مع الجلوس لفترات طويلة حيصير عندنا شد بعضلات الصدر وارتخاء بعضلات الظهر. فكيف نحل هاي المشكلة؟ عن طريق إنه نعمل ستريتش لعضلات الصدر، تقوية لعضلات الظهر، وممكن كمان من التمارين بنركز على تمرين تشيست أكثر مثلا من الباك بدون ما نعملها ستريتش، فهيصير عندنا تقوص بالعمود الفقري بالظهر من فوق. فحنبلش هسه نبلش نعطي تمارين ان شاء الله بتنحل هاي المشاكل. اوكي، حنبلش وورم اب. حرك مفصل الكتف بالضبط. حنبلش هون دوران للامام للخلف 10 عدات. حرك هون فيها مفصل الكتف، نعمل وورم اب. ممتاز. تمام. هنستخدم اليوم ريزيستنس باند، هنحاول نمسكها من الاطراف للامام وللخلف. هون نحاول طبعا دائما نخلي صدرنا مرفوع، كتافنا لورا، نحاول نوصل لابعد مدى حركي بتوصل لمرونه مفصل الكتف. ممتاز. نحاول ننظم النفس دائما، نتنفس واحنا بنتمرن. هنعمل طبعا هذا التمرين 10 عدات ثلاث جولات. ثاني تمرين حيكون عندنا برضه بالريزيستنس باند، حيكون عندنا من هون سحب بالضبط. نحاول نمد ايدينا لقدام، نحاول نرجع قد ما بنقدر لورا. طبعا كل ما بدنا نزيد الصعوبه شوي نمسك نصغر المسكة. هيكون هذا التمرين عندنا بشغل عضلات الأبر باك بشكل أساسي والكتف الخلفي الريل دلتويد. هنعمل هذا التمرين 15 مرة ثلاث جولات. ممتاز. أوكي، ثاني تمرين عندنا حيكون عندنا من هون بنترو. نحط ريزيستنس باند تحت رجلينا بالضبط، صدرنا مرفوع، كتافنا لورا، نسحب، نحاول نعمل كنترول بالنزلة. ممتاز. دائما نحاول نخلي ظهرنا مستقيم بالتمرين، نرجع بكوعنا لورا، نعمل كنترول 100%، ننظم نفس. طبعا هذا التمرين حشغل عندنا بشكل اساسي عضلات الظهر. 3 2، اخر مره. تمام. ثالث تمرين حيكون عندنا behind the neck. حنمسك الريزيستنت باند برضه من الاطراف، حاول ننزل لورا. تمام. برضه 15 عده بثلاث جولات، شغل فيها عضلات الظهر بشكل اساسي. كل ما بدك الصعوبه التمرين تزيد حاول تصغر المسكه، كل ما بدك اياها اسهل توسع ايديك. ممتاز. حاول برضه ننظم النفس، نعمل فول رينج اوف موشن
نزلة كاملة، طلعة كاملة. ممتاز. 3 2 1 تمام. التمرين اللي بعده حيكون عندنا ريفرس فلاي بالريزيستنس باند. ممتاز. هنحاول نخلي كوعنا ودينا مستقيمات، ما نحاول نعمل اي ثاني. هيشغل بشكل اساسي عضلات الكتف الخلفي الريل ديلتويد والابر باك. حاول ننظم النفس. اكسهل انهال. ممتاز. هنعمل هذا التمرين 10 عدات باربع جولات. ثاني تمرين عندنا حيكون عندنا موبيليتي للتشست، حيكون من الارض الركبه لقدام، من الركبه الثانيه على الارض. ممتاز. ايدينا ممدودات لقدام مع فتح للجهه اليمين. طبعا نركز الجهه اللي بتلف فيها تكون عكس الركبه. تمام. ممتاز. مع تنظيم النفس مع الحركه غير النفس. ممتاز. 10 يمين 10 يسار. ممتاز. سويتش. حاول نعمل فول رينج اوف موشن، نعمل الحركه كامله لورا. ممتاز. اوكي. التمرين اللي بعده حيكون استخدام الفوم رولر. هون حنحطها تحت الابر باك. اوكي. حنمد ايدينا لفوق لمستقيم. حاول نرجع ايدينا لورا قد ما بنقدر. اوكي. نعمل رينج فول رينج اوف موشن. ممتاز. كمان حاول رجعة فوق الراس. نرجع كامل. ممتاز. هنعمل هذا التمرين 10 تكرارات باربع جولات. ممتاز. 3 2 1 ممتاز. تمام. هنعمل ستريتش للصدر. اوكي. هيكون فتح ايدينا لورا، حاول ترجعهم قد ما بتقدر. بدك تزيد الشده اكثر، هتحاول تزيد واحد، حاول رجع ايديك قد ما بتقدر لورا. حيكون تمرين 30 ثانيه. ممتاز. حاول نعمل ستريتش للصدر اللي هي العضله الشاده بتكون عندنا، جدا مهم تعمل تمرين اطاله بعد اي تمرين. ممتاز. كان التمرين الاطاله حيكون عندنا هون بالضبط. نفس الشيء تحاول ترجع كوعك لورا قد ما بتقدر. حسيت بدك شده اكثر، تحس بالاطاله اكثر للتشست، بتجيب واحد برضه نعمل لك مساعده. ممتاز. ممتاز. طبعا هذول التمارين حيكون عندنا كلهم اللي عملناهم حنكررهم ثلاث جولات بنفس عدد التكرارات اللي حكيناهم، وبنحل ان شاء الله مشكله الكيفوزز. اول شيء شكرا، لانه تمارين رائعه مهمه كثير. كثير بنلاحظ انه الناس مع تقدم العمر ومع الوقت وما زي ما انت ذكرت كوتش، مع العمل وفجاه هيك بنكون واحنا قاعدين بنحس حالنا انه كتافنا نازلين لتحت. صح. وراخين حالنا، وهذا مع الوقت بيعمل هذا التقوس والتحدب في الظهر. واصلا احنا بنعرف انه يعني حتى العظام مع الوقت بتعرف كيف يعني بتتخلص. فالانسان بنشوف اوقات بيكون الواحد في سن صغير بيكون طويل، مع العمر بنقول ببلش يقصر شوي. فهاي التمارين فعلا بتعطي، بتضلها هيك يعني ثقة بالنفس وبتحافظ على القوام الجميل، وأعتقد ضرورية جدا وسهلة كتير. مظبوط. فأنا بدي أشكرك لأنه عن جد اليوم الموضوع اللي اخترته رائع فعلا.
لا 100% يعني كابتن فارس ويدان شكرا لك. وبعتقد بانه يمكن وانا حاب اسالك اكثر بانه قد ايه لازم نمارس مثلا هذه التمارين خلال الاسبوع، كيف ممكن؟ لانه انت بتعرف وانت حكيت كمان بانه كثير من الاشخاص بيداوموا 8-9 ساعات طبعاً. على مكاتبهم طبعاً. فبروحوا على البيت واصلا بيكونوا تعبانين، فقد ايه كم مره بالاسبوع لازم نعيد هاي التمارين حتى نحافظ على لياقه او عضلات الجسم؟ تمام، بالتمارين هاي اللي احنا عملناها لو عملت لها يوميا ما في اي مشكله. الشده تبعتها خفيفه، حتعملها زي تمارين صباحيه، تمارين زي ما حكينا في مكانك تذكر حالك وانت بالمكتب، تعمل لك شويه ستريتش ما في اي مشكله، كل ساعه تذكر حالك، تغير القعده، تغير الروتين، ما في اي مشكله. لو عملتها يوميا ما في اي مشكله، الشده تبعتها جدا خفيفه. طبعا مجال الجيمات لا، في شدد معينه بشيء لا ما بنكررها كثير. احنا بننسى عاده حالنا زي ما حكيتي لارا، بننسى حالنا واحنا قاعدين، نكتشف بعدين في وجع بالظهر مثلا لاني كنت حاني ظهري او عم بشتغل. شكرا لك، يعطيك الف عافيه على كل هذه التمارين، وان شاء الله نشوفك هيك لقدام تمارين يعني اخرى لمواضيع ايضا اخرى. شكرا لك. شكرا كوتش، شكرا لضيفك. طيب رجعنا الحقيقة بدنا نروح فاصل. خلينا نروح فاصل بعدها بنرجع كنا نحكي بموضوع نحكي بشوية مواضيع، كمشة مواضيع راجعين، خليكم معنا.